يلا من البرد من البرد ارتاح 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 ما علي خليه يبرد لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. انظر انظر ما تصور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله العفو والعافية. منذ الساعة 7 صباحا أفاقت معركة النعمان على أصوات إسعافات، وكنا لن نشاهد آنذاك أي طائرات في الجو ولا على المراصد سجلت أي حركة للطيران. عرفنا أن هناك في ضرب في المناطق القريبة منا، وحيلت لنا إسعافات كانت أكثرها بالإصابات كيماوية، اختلاجات، تعم أطفال، نساء، كبار، كلهم في معظمهم في لباس النوم. كان استدلينا على أنها كانت ضربة صباحية مبكرة، وأكثر أكثرهم من خان شيخون، واستدلينا على أنه أكثر من مكان ضارب في المنطقة، واستنفرنا الكاتر الطبي لدينا بإمكانياتنا الضعيفة، والحمد لله رب العالمين. تم إسعاف ما أمكن بالأكسجين والأتروبين، وكان عندنا نقص شديد في الأدوية حقيقة. لا نغفل المراكز الأخرى، سندتنا من المستوصفات المناطق الطبية المجاورة. الحمد لله رب العالمين، أنقذنا ما أمكن إنقاذه، ولكن للأسف يعني كانت الخسائر كبيرة، خسائر كبيرة. ونوع الغاز لا نعرف نوعيته بحقيقة، لا نعرف نوعية الغاز. هناك اختلاجات كثيرة، هناك رائحة الكلور، هناك المسعفين كثيرا ما كانوا يعني يتصابوا، نترك المريض ونضطر لإسعاف الكادر الطبي والكادر الدفاع المدني. حقيقة الجرائم والإصابات يعني شديدة لا توصف، لا توصف. فعلا الساعة 7 الصبح أصوات المراصد عم تنادي سيارات إسعاف، سيارات مدنية، أي سيارة تتوجه على خان شيخون. توجهنا وطلعنا، رحنا منظومة إسعاف كبيرة، طلعنا شي 6-7 سيارات على خان شيخون، وفتنا على خان شيخون على الساحة الرئيسية هالضربة مكان التنفيذ، ولا شي أكثر من 100-150 بني آدم، أطفال ونساء بالأراضي. حاولنا السيطرة، شلنا اللي شلناه، يعني صرنا كل سيارة من كثر العدد المصابين، كل سيارة نحمل فيها شي 15 مصاب، 14 مصاب، 13 مصاب. والحمد لله سيطرنا على الوضع، نقلنا هون على المشافي المجاوره بريف ادلب، وسيطرنا، وكانت الحالات يعني الحالات الاكبر خطره. في من بين الحالات اللي يعني انكشفوا 25 شهيد، هاي لوقت اللي كنا يعني لوقت اللي خلصنا 25 شهيد، ويمكن العدد يتزايد وحسبي الله ونعم الوكيل. 5/4/2017 عائلة كاملة، حسبي الله ونعم الوكيل على إجرام الأسدة في هذا الصباح على مدينة خان شيخون. حسبي الله ونعم الوكيل. بغاز السيرين، الله ينتقم من كل ظالم. آمين يا رب. أول شيء الحكام العرب. آمين يا رب. عائلة كاملة من خان شيخون، إضافة لعشرات العوائل، تلتقي حتى نتيجة غاز السيرين القاتل في هذا الصباح على مدينة خان شيخون.